وصاحب لمن صاحبني، ومختار لمن اختارني، ومطيع لمن أطاعني. ما أحبني أحد من خلقي، عرفت ذلك من قلبه، إلا أحببته حبا لا يتقدمه أحد من خلقي. من طلبني بالحق وجدني، ومن طلب غيري لم يجدني. عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: لأي علة أغرق الله فرعون وقد آمن به؟ قال: لأنه آمن عند رؤية البأس وهو غير مقبول. إلى أن قال: ولعلة أخرى أغرق الله فرعون، وهي أنه استغاث بموسى حين أدركه الغرق، ولم يستغث بالله، فأوحى الله إلى موسى: يا موسى، إنك ما أغثت فرعون لأنك لم تخلقه، ولو استغاث بي لأغثته. عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: نزل علي جبرائيل فقال: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام ويقول: اشتققت للمؤمن اسما من أسمائي، فسميته مؤمنا، فالمؤمن مني وأنا منه. من استهان بمؤمن فقد استقبلني بالمحاربة. يا ابن آدم، لولا شيوخ ركع وشباب خشع وصبيان رضع وبهائم رتع، لصببت عليكم العذاب صبا. مر موسى عليه السلام برجل وهو رافع يده يدعو، فغاب في حاجته 7 أيام، ثم رجع إليه وهو رافع يده إلى السماء يدعو، فقال: يا رب، هذا عبدك رافع يده إليك يسألك المغفرة منذ 7 أيام، لا تستجيب له؟ فأوحى الله إليه: يا موسى، لو دعاني حتى تسقط يداه أو ينقطع لسانه لم أستجب له، حتى يأتيني من الباب الذي أمرته. يا ابن آدم، أطعني فيما أمرتك ولا تعلمني ما يصلحك. عبدي، أطعني أجعلك مثلي. أنا حي لا أموت، أجعلك حيا لا تموت. أنا غني لا أفتقر، أجعلك غنيا لا تفتقر. أنا
مهما أشاء يكون، أجعلك مهما تشاء يكون. أوحى الله إلى نبي من الأنبياء: إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية، وإذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابع من الولد. أيما عبد أطاعني لم أكله إلى غيري، وأيما عبد عصاني وكلته إلى نفسه، ثم لم أبال بأي واد هلك. يا إلهي يا الله، يا إلهي يا الله، يا إلهي يا الله، يا إلهي يا الله. يا ابن آدم، اذكرني في غضبك أذكرك في غضبي، فلا أمحقك في من أمحق، وارض بي منتصرا، فإن انتصاري لك خير من انتصارك لنفسك. وإذا ظلمت بمظلمة فارض بانتصاري لك، فإن انتصاري لك خير من انتصارك لنفسك. قل للذين يتفقهون لغير الدين ويتعلمون لغير العمل ويطلبون الدنيا لغير الآخرة، يلبسون للناس مسوك الكباش، وقلوبهم كقلوب الذئاب، وألسنتهم أحلى من العسل، وأعمالهم أمر من الصبر، إياك تخادعون وبي تستهزئون، لأتيحن لكم فتنة تذر الحليم حيرا. وعزتي وجلالي، لا أجمع لعبدي بين خوفين وأمنين، إذا خافني في الدنيا أمنت.